بيراميدز برضو فرقة قوية جدا، بس النتائج عليها علامة استفهام شوية. ايه المشكله اللي ممكن تكون عند بيراميدز على مستوى النتائج؟ وهتكلم معاك على ماتشهم بكره مع الاهلي، نتائج مش متوافقه مع حجم الصرف ومع اسماء اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انا شايف ان هي مدير فني، يعني هنتكلم عن الجونة، اديك برضو تجربة الجونة السنة اللي ايوه فاتت، كانت فرقة جامدة جدا، سكواد فرقة، ما عندكش لعيب، لا ممكن لعيب يبقى بره السكور الماتش احسن من اللعيب اللي جوه، تمام. بس كان مدرب مش قادر يحط ايده على العناصر اللي تقدر تأدي المطلوب منه. فانا وجهة نظر المدرب، طول ما انت عندك لعيبة كويسة يبقى المشكلة في المدرب، الا بقى لو دي تفاصيل يعني ما نعرفهاش، ايوه اوضه اللبس بقى ممكن يبقى في مشاكل، ممكن اللعيبه مع بعض يبقى في نفسيات مش كويسه، بس اعتقد ان دي مش موجوده. يعني اللعيبه كلها كانوا مع بعض في منتخب، كانوا معظمهم في اهلي ومعظمهم في زمالك، ايوه فما اعتقدش ان دي موجوده في بيراميدز. انا شايف ان بيراميدز مدير فني موجوده من السنه اللي مدير فاتت، هي فني. دي مشكلتها، السنة اللي فاتت كان انتي تشاتشيتش، والسنة دي برضو كانت اروى النتائج باريرا مش كويسه واداء برضو بالظبط. مش كويس، رغم ان هو وصلوا للفاينل في الكونفدرالية، لكن فعلا الاداء ما كانش احسن حاجة، دي حقيقة. لكن على الاقل النتائج كانت كويسة. لكن حرس الحدود بقى، الانتقال من الاسماعيلي لحرس الحدود جات ازاي؟ الخطوة واللي هي بعد كده بقى ودتك لخطوة يمكن تكون الاطول على مستوى مسيرتك في الملاعب. دي حقيقة. حرس حدود كابتن حلمي طولان كلمني من مشيت من الحرس، مشيت من الإسماعيلي، رحت قعدت معاه ومضيت على طول، وبرضه من أهم النوادي اللي لعبت فيها طبعا، وأخدنا 3 بطولات، عملنا فترة إعداد برضه كانت أول موسم ده كويسة جدا مع كابتن حلمي. في آخر فترة إعداد كابتن حلمي مشي وجه كابتن طارق، قعدت تقريبا حوالي موسم ونص تقريبا ما بلعبش خالص مع الكابتن طارق، ممكن اخش ماتش وما 3 ماتشات او 4 ماتشات ما اخشش، لحد ما الحمد لله الفرصه جت وقدرت اثبت نفسي وقدر يعتمد عليا بصوره كامله، يعني الحمد لله.